الحمد لله رجعنا بعد سنتين ونص معاناة على دابق، والحمد لله وضع هلا صار احسن من بعد ما طلعوا على الخوارج، والحمد لله الشباب عم بحاولوا يأمنوا المي للمدنية، المدارس، تنظيف الشوارع، العمار، ترميم، الحمد لله يعني، والفضل لله رجعنا على دابق بعد سنتين ونص، والشباب ما شاء الله ما عم قصروا. من اول ما فاتوا على دابق بلشوا العمل بالمي، بالكهرباء، بالمدارس، بتأمين الشعب ايش لازمه، ايش بده من فرش، من معاناة، من مي، من اكل، من خبز، يعني الفرونة حاولوا يزبطوها يشغلوها، لاني هاو الخوارج ما خلوا وراهم شيء خالص، كلها شالوا واتجهوا باتجاه البخول والباب الرقة. الحمد لله نحن رجعنا على الضيعة بعد غياب دام سنتين ونص. الحمد لله يعني الأوضاع شبه طبيعية ومستقرة، يعني في مستلزمات كتير في القرية، يعني بدأت تدريجيا يعني ترجع وتعود يعني لطبيعتها. في نقص في المياه، نقص في الغذاء، نقص في مستلزمات الحياة الطبيعية للقرية. يعني نأمل من القائمين على العمل، وفي شباب يعني الله يجزيهم الخير عم يشتغلوا بما يستطيعوا. يعني بالنسبة لناحية المياه هي أهم شيء، يعني قامت تنظيم داعش في سرقة المولدات، الآبار الصحية، المياه الصحية، والشباب إن شاء الله يعني في قائمين كتير على العمل عم يأمنوا مستلزمات الحياة.